السلام عليكم. ضرب الإرهاب مجددا في العراق ويواصل تنقله بين المناطق والمحافظات. عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم في 13 تفجيرا استهدفت العاصمة بغداد بعد ساعات على استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان. في بغداد استهدفت أطياف المجتمع العراقي كافة. في أربيل كان استهداف للحرية والاستقلال كما قال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارازاني. توسع العمليات الإرهابية في العراق وتبني داعش تفجيرات أربيل طرح أسئلة حول قدرة المسلحين على التنقل عبر حدود البلدين، هذا عراقيا. أما في سوريا فكان الأبرز اليوم كلمة وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على ضرورة وقف السياسات العدائية تجاه بلاده كمنطلق للحل السياسي، وعلى أن صناديق الاقتراع هي ما يحدد خيارات الشعب السوري. تفضلي هبة. شكرا لك رامية، أهلا بكم. وصل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ظهر الاثنين إلى مطار بيروت الدولي في طريقهم إلى دمشق، ومن المقرر أن يبدأوا مهمتهم يوم غد الثلاثاء. يأتي هذا في وقت أنهى فيه فريق محققي الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية مهمته في سوريا وغادرها. مهمة المحققين شملت التحقيق في استخدامات محتملة للأسلحة الكيميائية في 7 مواقع، وكان الفريق قد أعلن أنه سيعد تقريرا شاملا يأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية تشرين الأول أكتوبر. أفاد مراسل الميادين في اليمن بأن طائرات حربية تجري عمليات تمشيط وملاحقة لجماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين. يأتي ذلك إثر سلسلة هجمات لهذه الجماعات على مواقع ومعسكرات للجيش أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا من جنود الأمن والجيش اليمني وأسر أكثر من 30 آخرين. مصدر عسكري أكد أن من بين قتل الهجمات قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثاني مشاة ناصر قاحية. أكد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مسؤوليته عن تفجير استهدف ثكنة للجيش المالي بمدينة تمبكتو. التنظيم وفي بيان له قال إن العملية نفذها مقاتلان يتبعان إمارة الصحراء بسيارة تحمل طنا من المتفجرات. وأشار البيان إلى أن التفجير أدى إلى سقوط 16 قتيلا في صفوف القوات المالية وأدى أيضا إلى تدمير عدد من العربات العسكرية. بعد تأجيل دام أكثر من 24 ساعة بدأ صباح اليوم الاثنين حوار سياسي بين السلطات الموريتانية ومنسقية أحزاب المعارضة. وبحسب مصدر قيادي من منسقية المعارضة فقد تقرر أن تكون أولى الجلسات التمهيدية لإعداد خارطة الحوار وبرامجه والإجراءات التنظيمية له. نعود إلى رامية. شكرا لك هبة. 30 قتيلا وعشرات الجرحى هي الحصيلة غير النهائية لموجة الإرهاب التي ضربت العراق اليوم، وتحديدا العاصمة بغداد التي استهدفت بسلسلة من السيارات المفخخة. كذلك أدى تفجير سيارة مفخخة في منطقة البياع بالعاصمة إلى تدمير 10 دور سكنية. اعتداءات جاءت بعد ساعات قليلة من استهداف العاصمة الحلة وديالة وأوقعت نحو 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح. الهجمات الإرهابية العنيفة والواسعة النطاق لفتت النظر من حيث تزامنها واستهدافاتها، فكيف توزعت؟ غراسيا بيطار. السلام عليكم. محافظة بغداد بجهتها الأربع كانت هدفا لسيارات مفخخة. أول هذه التفجيرات بدأت جنوبا حيث استهدفت بغداد الجديدة، وهنا قتل 4 أشخاص. التفجير الثاني ضرب حي البلديات في الشرق من المنطقة الشرق الجنوبية، وفي الجنوب أيضا سيارة مفخخة تم تفجيرها في حي الكرادة الذي يقع في المنطقة الشرقية هنا تحديدا. ثم تفجيران في مدينة الصدر، واحد في ساحة 50 والآخر في ساحة الحمزة، حصدا 12 قتيلا. ننتقل شمالا، هذه المنطقة كانت مسرحا آخر للسيارات المفخخة. التفجير الأول كان في حي الشعلة وحصد العديد من الضحايا. الثاني ضرب القازمية وتحديدا ساحة عين وأوقع 5 قتلى. أما الثالث ففي طوبجي، والرابع شمالا حيث حصد 4 قتلى في 7 البوابات هناك. ثم تفجيران، الأول في سوق شعبية هنا في حي الشعب أوقع 6 قتلى و4 قتلى في التفجير الثاني في حي أور.
أما غربا فضرب تفجير حي الجامعة وأوقع عددا من القتلى، وفي الغرب أيضا سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الشرطة الرابعة أيضا حصدت قتلى وجرحى. في المحصلة إذا ما نظرنا إلى خريطة التفجيرات في كامل بغداد نجد أن أغلبها إن لم نقل كلها وقعت في مناطق حيوية، والنتيجة مواطن يعيش في كفتي لا أمن والموت. السلام عليكم. ومن بغداد ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأمنية سيد سعيد الجياشي. أهلا بك سيد الجياشي. لعل هذا الملف ليس مرتبط فقط بالعراق، لكن لو نبدأ منه بالنواحي أيضا الداخلية، النواحي الفنية السياسية وارتباطه في تطورات المنطقة. من الناحية يعني العملية، تكرار هذه الهجمات في مناطق يعني باتت تشهدها بشكل يومي بأحياء بعينها، يطرح السؤال كيف تتم، علما أن هذه الأحياء هي مغلقة لديها مخرج معين، مدخل معين ومخرج معين، كيف يتم هذه تتم هذه التفجيرات إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الميادين. ابتداء نعم، المشهد الأمني يزداد تعقيدا وهناك مشكلة واضحة حقيقة، وعلينا أن نقف بكل وضوح لتحليل الأبعاد الحقيقية لما يشوبه الوضع الأمني في العراق. اليوم نرى الأعمال الإرهابية تتكرر، وهناك حقيقة مناطق معينة تستهدف بشكل واضح وبقساوة، مرة بالحياة العامة، بمجالس العزاء، الحسينيات، الجوامع، كلها محاولات لتفجير الفتنة الطائفية في العراق. ونعلم جيدا من يقف حقيقة أو من الذي يستفيد من هذه الأعمال الإرهابية، ومن الذي يستفيد في تفجير الفتنة الطائفية في العراق. هناك وضع داخلي، الخلافات السياسية حقيقة، عدم الاتفاق السياسي، بعض الأطراف السياسية التي تلعب على الوتر الأمني بشكل واضح حقيقة، والبعض الآخر لا، بعض الآخر له امتدادات إقليمية ومتعلق بشكل واضح حقيقة بما يجري على الساحة السورية والتعامل الدولي مع الأزمة السورية، وخصوصا التحول الذي حصل من محور إسقاط النظام في سوريا إلى محور التعامل مع النظام وفق قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وخارطة الطريق من حملات التفتيش والإجراءات أو حقيقة العمليات التي ستعقبها من خلال تفكيك البرامج الكيميائية للوضع السوري، وبنفس الوقت يعطون استراحة المقاتل أو الفسحة السياسية للنظام السوري كما يعتقد البعض. وهو بالتالي سيد الجياشي يضع وكأنه المنطقة كلها في مرحلة انتقالية لحين تجلي هذه التطورات، إن كان من الناحية السياسية أو حتى من ناحية ربما الاتفاقات إذا ما نظرنا للمفاوضات النووية بالنسبة لملف إيران النووي. إذن العراق هو في حالة مرحلة انتقالية والإرهاب بالتالي يتنامى؟ نعم، الإرهاب في العراق له امتدادات إقليمية أختي العزيزة. نعم، المشهد يظهر على الساحة الأمنية في العراق، ولكن نجد هناك تصريحات واضحة من تنظيم القاعدة أو ما يسمى بدولة العراق والشام، من هذا الحقيقة التنظيم الدولي، وبعض الأنظمة الخليجية وبعض الأنظمة التي تقف خلف هذه الامتدادات الإرهابية، والتي هي في كلها تلتقي بنقطة واحدة، أنه إجهاض العملية السياسية الديمقراطية في العراق. رغم فتوتها، رغم قصر مدتها، ولكن بدأ تأثيرها السياسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، أصبح لاعب العراق الآن رغم كل هذه المشاكل. نعم، وما حصل في إقليم كردستان اليوم. نعم، سنتحدث عن هذه الجزئية، لكن لم ننهي جزئية مهمة، يعني من الناحية الداخلية كيف يتم تكرار هذه التفجيرات، أين يكمن الخلل أن تدخل إلى أماكن بعينها ورغم الإجراءات الأمنية المشددة على هل من تفسير لهذه النقطة، ومن ثم سنتحدث عن موضوع أربيل. نعم، المعركة في الإرهاب هي ليست معركة عسكرية، هي معركة أمنية استخبارية، العدو فيها غير واضح. الإنسان الذي يقرر أن يقتل نفسه لا يمكن أن نمنعه بسهولة إذا ما كانت هناك حقيقة بعض المقدمات وبعض البيئة السليمة التي تمنع هكذا أفعال. نحن في العراق حقيقة وفي بعض المناطق يستطيع أن يتغلغل حركة الناس، حركة المواطن، لا يمكن أن نمنع المواطن أن يتحرك. وربما
ربما يسأل البعض هل هناك حقيقة، ما فائدة هذه الجهود الأمنية؟ أقول إن الجهود الأمنية جبارة وكبيرة وتجهض كثيرا من العمليات الإرهابية، وما إذا أردنا أن نقف حقيقة على حقيقة الأمور علينا أن نقف بدعم واضح وإسناد وتكامل أمني مع المؤسسة الأمنية. هناك الآن مشكلة، بعض الساسة يلقون السهام على المؤسسة الأمنية، والبعض الآخر يشكك، والبعض الآخر يطعن، وكل هذا استفاد منه الإرهاب في عملياته اليومية. اليوم عندما يستهدف من جسر عزاء أو ساحة لعمال أو منطقة بسيطة حقيقة، هدف بسيط لتجمع بعض المواطنين، هذا ممكن الوصول إليه، ولكن الأجهزة الأمنية قادرة حقيقة وتعمل، ولكن المشكلة كبيرة في الجانب السياسي وحتى الإجراءات الأمنية والجانب السياسي متلازمة بالعراق، خصوصا أنه وسط هذا الانقسام السياسي. المشهد والمطالبات لو تبقى معنا السيد الجياشي مختلفة بما يتعلق الإجراءات الأمنية بالنسبة لإقليم كردستان العراق، خصوصا بالتفجير الذي حدث بالأمس، حيث يعني طالبت جهات عديدة في إقليم كردستان العراق بتجديد الإجراءات الأمنية، وذلك بعد إذن اليوم الدامي الذي شهدته أربيل، قتل وأصيب فيه العشرات جراء سلسلة تفجيرات استهدفت الإقليم المستقر منذ عام 2007. أربيل في مربع العنف بعد 6 سنوات من الاستقرار النسبي، عنف مستجد يدفع أجهزة الأمن الكردية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وخططها الأمنية، خصوصا في أربيل فعاصمة إقليم كردستان العراق، أصبح أمنها بنظر المراقبين تحت الاختبار. إن هذا سيوقظ الأجهزة الأمنية أكثر، ومن الصعب جدا أن توقف شخصا يريد أن يموت، ولكن ربما كان هذا دافعا لكي نزيد من الإجراءات. ضرب الاستقرار والتجربة الديمقراطية في كردستان، يقول الكرد إنها رسالة الذين يقفون وراء العملية، فيما ربط بعضهم ما يدور في إقليم كردستان بالمعادلة الأمنية والسياسية المهتزة في المنطقة. الرسالة محاولة لتعميم الخراب والدمار الذي نشهده اليوم في العراق في الحالة العراقية، وهو محاولة للتأكيد على قدرة الإرهاب والإرهابيين بالوصول في الزمان والمكان المحددين. تفجيرات أربيل لا تزال الإدانات الشعبية تتصاعد بشأنها. حصيلة نهائية لانفجار الإرهابي بالأمس في محافظة الأربيل كانت 67 جريحا مع 6 شهداء، والآن الحمد لله فقط 15 من الجرحى باقين في المستشفى. خلق لا أخلاق ولا دين، أي إنسان يقبل هذا التصرف؟ وكردستان لن تتأثر بما حصل. استغلوا أوضاع الانتخابات، يعني كان شوية الوضع بارتباك واستغلوها وفجروها. وشهد العراق تصاعدا لافتا في الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يثير مخاوف من عودة العنف الطائفي إلى البلاد. ويرى المراقبون أن حربا مفتوحة تشن على العراق تحتم على القوى السياسية كافة توحيد الخطاب والموقف إزاء هذا التصعيد الأمني غير المسبوق الذي لم يستثني أي بقعة في بلاد الرافدين. محمد كريم، أربيل، الميادين. سيد الجياشي، أربيل عندما تشهد مثل هذه التفجيرات التي لم تشهدها منذ عام 2007، كان الحديث أنه يعني استهداف للتجربة الديمقراطية كما وصفها العديد من الأحزاب الكردية، هذا هو الهدف من ما من تفجيرات الأمس في أربيل بهذا الإطار أيضا تفهم في بغداد في الحكومة المركزية؟ حقيقة ربما أكو أكثر من رواية بالأمر، أنه توقيت التفجير كان بعد انتهاء العرس الديمقراطي لشعب كردستان العراق وهذه الممارسة الديمقراطية. وأربيل المستقرة الآمنة لهذه الفترة، هذه المدينة العراقية، تعرضت إلى هذا العمل الإرهابي الجبان، والذي استهدف حقيقة مؤسسة مهمة من مؤسسات الأمن المعنية بأمن أربيل، وهي جزء من منظومة الأمن الوطني العراقي. وبنفس الوقت ربما أتت بعد أسابيع من المعركة الشرسة التي خاضتها بعض الفصائل الكردية ضد جبهة النصرة داخل الحدود السورية من أكراد سوريا، والتي تلقت بها جبهة النصرة يعني ضربة موجعة جدا. ولكن لا نقف عند هذه المبررات، علينا أن نقول لماذا حصل هذا، وكيف استطاعوا من تفخيخ السيارات
ونقل المنتحاريين وتحديد الهدف والتقرب من الهدف. نعم كانت ردة الفعل عالية واليقظة كانت عالية أيضا في 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 إجهاض هذه العملية الإرهابية من قبل إخواننا في في كردستان، ولكن عليهم حقيقة هناك رسائل استخبارية ورسائل أمنية عليهم أن يعيدوا النظر بعدد الجياشي. نعم. وكأنه يعني بذات الإطار تحدث أيضا بالأمس مستشار رئيس الحكومة السيد علي الموسوي أنه شظايا الأزمة السورية تصل إلى أربيل، كان هناك ربما يعني فتح للحدود بالنسبة لأكراد سوريا وأيضا للمعارضة الكردية في سوريا، بالتالي هذا يحمل تفسير لوصول مثل هكذا تفجيرات إلى أربيل. أنا هذه واضحة حقيقة، أنا أتكلم ببعد أمني بحت حقيقة، أنا أقول أنه اللي دخل أربيل الذي حصل في أربيل هو ليس من صنعة أبناء أربيل بل من الذين دخلوا، ولو توقفنا نجد أن اللاجئين الكرد ومن معهم الذين دخلوا من سوريا هم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. وأربيل المستقرة الآمنة تم استهداف أهم مقر في أربيل وهو الأسايش ومديرية الأمن التي يجب أن تكون محصنة ويجب أن تكون بعيدة جدا عن هكذا أعمال. هذا التخطيط لتنظيم القاعدة ولجبهة النصرة أو ما يسمى بدولة العراق اللي رأسها أبو بكر بغدادي، هذا التخطيط هو رسالة سياسية ورسالة أمنية بعدة أبعاد، إن الأزمة السورية تلقي بظلالها على أربيل وعلى العراق، وبنفس الوقت هي رسالة تحذيرية للكرد الذين قدموا دعم لأكراد سوريا في 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 لكن الجهة لكن هنا الجهة ربما هناك بيان يعني منسوب لداعش تبنى تفجيرات أربيل بالأمس، هنا الجهة باتت يعني واضحة مشخصة بالنسبة لهذه التفجيرات، بالتالي هي أعلنت عن نفسها وتبنت هذا التفجير، الجهة واضحة لا تحتاج الكثير من التأويل، لكن هل دخلت داعش الآن إلى أربيل؟ سيتكرر هذا المسلسل في منطقة لطالما كانت واحد الأمام بالنسبة للمحيط العراقي. أنا أقول سيناريو العملية الإرهابية النوعية هو نسخة طبق الأصل من سيناريو وزارة العدل ومن سيناريو البنك المركزي ومن سيناريو مكافحة الإرهاب في بغداد. هذه العمليات الإرهابية النوعية التي تتكون من 4 صفحات هي نفس السيناريو الذي حصل في أربيل، ولكن نقول في أربيل كان هناك بيئة آمنة، يعني الإرهاب لا يتمتع بمرونة عالية على الأرض كما حصل في الأجزاء الأخرى من العراق. كيف استطاع الإرهاب أن يقوم بهذه العملية النوعية في بيئة آمنة محكمة عاشت لفترة ليست بقصيرة إجراءات أمنية عالية المستوى؟ إذن هناك خرق، إذن هناك مشكلة حقيقية، إذن هناك موجودة، هذه الخلايا الإرهابية موجودة في أربيل وفي باقي مناطق العراق وتستطيع أن تتحرك. علينا حقيقة أن نقف صفا واحدا في أربيل وفي بغداد، وعلى كل القوى السياسية والفرقاء السياسيين أن نرسل مسج واضح موحد، مسج عراقي وطني، نرفض بهذه الأعمال بل لا نكتفي بالرفض ونكون جبهة واحدة أمامهم حتى نستطيع القضاء على الإرهاب. طيب وإذا نعرف... تسمحي لي ربما يعتقد حتى تبقى معنا ونعرف لو سمحت سيد الجياشي أين نقاط ربما أو إذا فعلا دخلت داعش وستتكرر هذه العمليات في أربيل، خصوصا بعد تبني داعش تفجير أربيل التي تعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من رقعة استهدافه للكرد في سوريا والعراق، فأين نقاط التماس والصدام بين التنظيم والكرد؟ غدي غنطوس. السلام عليكم. تعد أربيل التي هي عاصمة أقليم كردستان مدينة آمنة تتمتع باستقرار اقتصادي وبتطور في مجال الاستثمار والخدمات وتمثل مركزا لاستقطاب الشركات الأجنبية الكبيرة. استهداف أربيل لم يكن متوقعا، رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني هدد في وقت سابق بمساعدة الكرد السوريين إذا استهدفتهم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة. جغرافيا
يقع إقليم كردستان العراق على الحدود مع أقصى شمال شرق سوريا، وتتداخل حدوده جغرافيا مع الحضور الكردي في سوريا، حيث التواصل عبر معبري سيمالكا واليعروبية. تشتد الاشتباكات بين المقاتلين الكرد وداعش في المنطقة الحدودية بين محافظتي حلب وإدلب، وتحديدا في جنداريس التي جرت فيها مواجهات مع قوات الحماية الشعبية الكردية أدت إلى مقتل القائد الميداني لداعش عمر الشيشاني. وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من التقدم في القتال على قوات داعش وأخرجتها من القرى الكردية الواقعة في جنوب عفرين وتحديدا في رأس العين في محافظة الحسكة، حيث اشتدت المواجهات بين المقاتلين الكرد وجبهة النصرة وداعش. كذلك تتصاعد الاشتباكات بين الجانبين في مناطق جنوبي إرميلان وجولآغا في سوريا. لداعش حضور كبير داخل العراق ولا سيما في المحافظات الواقعة شمال غرب البلاد، وتحديدا في محافظات الأنبار والرمادي التي تمثل جسرا لإقليم كردستان العراق. عودة الآن إلى متابعة النشرة. ونعود إليك سيد الجياشي، بناء على هذه المعطيات هل يمكن أن نقول أنه دخلت إربيل أو فعلا دخلت داعش إلى إربيل، وبالتالي سنشهد سيناريو يتكرر وتدخل إربيل كما باقي مناطق العراق؟ أنا أقول العمليات الإرهابية طالت إربيل قبل هذا الوقت في 2007 وفي قبلها. والإرهاب اليوم إرهاب حقيقة واضح الأهداف الإرهابية. وما أعلن من دولة العراق والشام بما يسمى بدولة العراق الإسلامية، هذه الدولة حقيقة ومن يقف عليها ومن يقف خلفها تدعو إلى القضاء على العملية السياسية وإلى القضاء على المعالم الديمقراطية في العراق، سواء في إربيل أو في بغداد أو أي مكان آخر من العراق. لكن تطور الموقف ربما الوضوح والتدخل بالإجراءات السريع اللي اجى من جانب الإقليم كردستان في حماية أكراد سوريا من سطوة تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة، وحصل اشتباك حقيقة بشكل مباشر وفتح الحدود أمام استقبال اللاجئين يعني كلجوء إنساني واحتوائهم وتقديم الدعم إليهم، ربما هذه عوامل مساعدة أدت إلى هذا العمل. ولكن في الرؤية الاستراتيجية العمل الإرهابي حقيقة عمل نوعي يستهدف البنية السياسية للدولة، يستهدف العملية الديمقراطية في الإقليم أو في باقي أنحاء العراق. اليوم عندما نقف أمام استراتيجية أو أمام مفهوم مكافحة الإرهاب، هذا الإرهاب الأعمى المتطرف الذي بدأ يعيد فسادا على الأرض العراق، لا يمكن حصر مكافحته بإجراءات أمنية استخبارية عسكرية فحسب، بل جزء كبير سياسي منها والجزء الآخر فكري ثقافي عقائدي حقيقة. بعض العقائد الضالة بعض العقائد المنحرفة يحتاج جهود من مؤسسات العلاج الفكري، يحتاج العلاج الفكري بالفكر سيد الجياشي، والعلاج السياسي يحتاج بالدعم. وبالتالي سيد الجياشي هل بالتالي هذا سيفرض أيضا تغير في سياسة تعاطي إقليم كردستان مع الحكومة المركزية، خصوصا أن الإقليم الآن يخرج من انتخابات تشريعية فرزت خارطة سياسية مختلفة عما كان قبل هذه الانتخابات، سنشهد تغير في السياسة تفرضها هذه التطورات الأمنية في الإقليم؟ أنا أقول أنه إذا نظرنا بالتكامل الأمني والمسؤولية، نعم الإقليم إربيل على خط واحد مع بغداد في معالجة هذا الملف، أما هناك خلافات سياسية في بعض المصالح الخاصة بإقليم كردستان أو بعض الصلاحيات الدستورية الاتحادية التي ترى الحكومة الاتحادية أنه من حقها ودستوريا أن تمارسها خارج الإقليم أو داخل الإقليم، هذه الخلافات نعم موجودة وربما بعضها متفق عليه والبعض الآخر ما زال عالق، ولكن لا يجب أن نعمل إسقاطات من هذه الاتفاقات على الأرض من خلال عمليات إرهابية أبدا. بغداد نظام سياسي ديمقراطي ومؤمن بالتداول السلمي للسلطة، والخلافات السياسية لها قنوات سياسية ودبلوماسية حقيقة للاتفاق والتحاور عليها. ولكن عندما ننظر إلى الإرهاب الأعمى بهذه العملية، البارحة توقفت كثيرا أمام تحليل العملية الإرهابية في إربيل، نجد كأنها وقعت في بغداد، كأنها وقعت في وزارة العدل أو في أي مبنى من مباني الأمن أو المباني المؤسسات العامة
في بغداد. إذا هو رسالة لتذكير من تناسى بعض الشيء أن مسؤولية الأمن هي وحدة الأمن في العراق، وحدة أمن الدولة وأمن المواطن. لا يمكن أن تذهب أربيل بعيدا أو بغداد بعيدا عن معالجة الملف الأمني بأيادي بأيادي عراقية على طاولة واحدة حقيقة. طب هذه الوحدة الأمنية التي تحدث عنها سيد الجياشي، وحدة أمن الدولة، هل يمكن أن تكون بعيدة منفصلة عن الملفات الثانية، خصوصا أنه هذه مرحلة حساسة في إقليم كردستان العراق، يعني موضوع مد الأنابيب على وشك أن ينتهي، وبالتالي مسألة الاكتفاء ربما الذاتي للإقليم ما يرجح استقلاليته بالكامل. فصل الملف الأمني عن الملفات السياسية ممكن طالما وحدة الأمن واحدة بالنسبة للعراق؟ أنا أقول وحدة الأمن واحدة، ولكن هناك خلاف، هناك تباين في وجهات النظر. وأستذكر بعض المصادق في عام 2007 عندما بدأنا خطة فرض القانون في بغداد، استعنا بقوات من هي قوات تابعة لوزارة الدفاع العراقية، ولكن من البيشمركة أتت إلى بغداد ومسكت قواطع وقاتلت الإرهاب في بغداد في عام 2007. فهناك وحدة حقيقة مصيرية، ربما هذه الوحدة تخفت بعض الأحيان في الخلافات السياسية، ولكن في الموقف الوطني تكون واضحة. بنفس الوقت لنجعل رب ضارة نافعة، لنجعل من هذا العمل الإرهابي الذي طال أربيل، هذا العمل الجبان الذي نستنكره وندينه أشد إدانة، لنجعله هو فاتح الطريق لاتفاق سياسي ولإعادة النظر في وحدة الأمن، وحدة أمن الدولة وفق ما نص عليه الدستور، وفق القيادة المدنية المؤسساتية الدستورية، بحفظ مصالح الإقليم وبنفس الوقت حفظ امتدادات ومصالح الأمن الوطني العراقي على كل أرض العراق. اليوم الإرهاب لا دين له، الإرهاب لا يميز حقيقة على طائفة من دون طائفة. نعم، هو نفس الكلام الذي قاله أيضا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وهو ما سنتحدث عنه في الملف الثاني في النشرة العراقية السورية، وهو يؤكد تداخل الملف الأمني في العراق وسوريا في المنطقة. أشكرك سيد سعيد الجياشي الخبير في الشؤون الأمنية، كنت معنا مباشرة من بغداد. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد التزام سوريا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. المعلم شدد على أن دمشق ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة. السيد الرئيس، إن وقف السياسات العدوانية تجاه سوريا هو أول الطريق الصحيح للحل في بلادي، فأي كلام عن حل سياسي في ظل استمرار دعم الإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا هو مجرد وهم وتضليل. إن من يريد حلا سياسيا في سوريا، خاصة وأن سوريا أعلنت مرارا وتكرارا أنها مع الحل السياسي، من يريد حلا سياسيا يجب أن يتوقف عن كل الممارسات والسياسات العدائية ضد سوريا، وليتجه إلى جنيف دون شروط. المعلم أكد أن الشعب السوري هو ما يقرر مستقبل بلاده، وذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة. لأن الشعوب هي التي تقرر مصيرها، فإن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار قيادته وممثليه ومستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري. وتبقى صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة هي الحل الوحيد لمعرفة خيارات الشعب السوري في تقرير مستقبله، بعيدا عن الضغوط الإرهابية والإملاءات الأجنبية. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب السياسي السيد سركيس أبو زيد. أهلا بك سيد أبو زيد. إذا ما أردنا أن نقف عند كلمة سوريا اليوم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، هذه الكلمة في هذا التوقيت، ما الذي يمكن أن يسجل فيها من جديد؟ يعني واضح بأن يعني المندوب السوري حاول أن يؤكد على الالتزام بالقرارات الدولية، خاصة بعد المتغيرات الأخيرة التي حصلت. لأنه أنا برأيي نحن نشهد الآن
إعادة ترتيب أو إعادة إدارة السياسة الدولية، خاصة مع صعود نجم روسيا والدور الإيراني وغيره من القوى. لذلك تسعى سوريا أن تتموضع مع هذه المتغيرات انطلاقا من احترام الشرعية الدولية، تأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية، لأنها أصبحت مطمئنة بأن التوازن الدولي هو لمصلحتها، خاصة بأن روسيا وإيران وغيره من الدول الحليفة أعطت ضمانات ل سوريا بأنها هي إلى جانبها من أجل المحافظة على هذا التوازن الاستراتيجي الجديد الذي حصل. لذلك تجاوبت أنا برأيي سوريا مع هذا الموضوع وأكدت على التزامها بالقرارات الدولية، لأنها أصبحت مطمئنة إلى التوازن الدولي الجديد الذي ترعاه روسيا وغيرها من الدول. كلمة متوازنة سوريا تكرر فيها ما أعلنته سابقا، لكن لم نشهد فيها لربما أي توجيه اتهام مباشر لدول بعينها، علما أنه قالت يجب وقف السياسات العدائية تجاه بلادها لتكون أولى خطوات الحل السياسي. هذا يدلل على شيء؟ لا، واضح بأن يعني سوريا الآن بمرحلة هناك متغيرات إقليمية ودولية، واضح بأن المشهد الإقليمي والدولي سوف يشهد تغيرات، يعني هناك تقارب أو هناك بداية انفتاح إيراني أمريكي، هناك موقف روسي متشدد وله دور، هناك قرارات دولية لها علاقة بالساحة السورية، وهناك أيضا متغيرات على 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 الأرض. لذلك على المسؤول على المندوب سوريا أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات من أجل إعادة رسم ملامح استراتيجية أو ملامح السياسة الخارجية السورية. طيب سنعود إليك سيد سركيس أبو زيد، لكن مضطرون لننتقل إلى نيويورك قبل العودة إلى نقاش الملف السوري وإلى ضيفنا سيد سركيس أبو زيد. عندما نتحدث عن أنه هناك خارطة سياسية جديدة ترسم من المنطقة، ربما عنونت بالاتفاق الكيميائي بين الروس والأمريكان، وهذا التبلور أو ربما التطور في العلاقات والتجدد في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، ما الخطوة الناقصة الآن حتى تكتمل هذه الصورة؟ التقارب الإيراني أو لقاء بين الرئيس روحاني وأيضا العاهل السعودي؟ يعني واضح بأنه يعني بعد نوع من الكباش اللي حصل ما بين حول سوريا، وكانت يعني روسيا وإيران لها دور أساسي، حصل هذا الاحتواء. أنا برأيي هناك نوع من احتواء للأزمة على المستوى الدولي، شاركت فيه به روسيا وإيران، والآن يعني يجب استكمال المشهد على ضوء التطورات التي تحصل أيضا ميدانيا. لذلك نلاحظ بأن هناك كل هذه العمليات الانتحارية وهذا العنف الكبير، لأنه الهدف أن بعض الأطراف تريد خربطة أو إعاقة هذا التقارب أو هذا الاتفاق من أجل فرض شروطها. لذلك نحن في بداية الطريق، هناك بداية احتواء للأزمة الإقليمية، نلاحظ بأن هناك احتمال لتقارب أو حوار إيراني سعودي ربما سيكون له انعكاسات على لبنان وعلى سوريا وعلى غيرها من الملفات. إذن علينا أن ننتظر، لأن نحن في بداية ملامح تسوية دولية إقليمية جديدة. لذلك يعني السياسات الدولية ترسم على قاعدة موازين القوى وعلى قاعدة المصالح وليس على قاعدة العنتريات. لذلك أنا برأيي هنا نقطة أساسية من الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعاطى مع المنطقة تتعاطى مع أطراف موجودة. لذلك نلاحظ بأنه لا يوجد استراتيجية عربية واحدة، هناك ضعف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المنطقة تحترم ربما أولا وهي مصالحها أيضا تحترم الإسرائيلي واليهودي في الدرجة الأولى، ومن ثم تحترم الإيراني. هناك احترام كبير لإيران لأنها دولة كبرى لها واقعها على الأرض، ومن ثم ربما الولايات المتحدة الأمريكية تحترم الأتراك، ولكنها لا تحترم أبدا العالم العربي ولا تقدر أي وزن أو أي أهمية للحكام العرب والقيادات العربية، لأنها ليس لها أي وزن، غير متضامنة، غير فاعلة، ليس لها أي اتزان. مرحلة رهن ضبط ربما إيقاع بعض المواقف التي لم تندمج ربما ولم تتماشى حتى الآن باتجاه هذه التسوية، وهما يفسر كما قلت موجة ربما العمليات الإرهابية في أو التحرك للإرهاب في أكثر من مكان، ربما لخلط الأوراق وهذا الفصل بين فصائل المعارضة حتى سوريا على الأرض. لكن اليوم عندما تتحدث سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت بتكرار لما أعلنته، وتعود وتقول أنه رغم انشغالنا بالملف السوري لكن تبقى البوصلة الأساسية فلسطين والجولان. هذه الوقفة اليوم لسوريا لكل ما تعاني، ما الذي يراد أن يسجل من خلال
واضح بان السياسه السوريه لها عندها ثوابت في هذا الموضوع، لكن لها ثقل اليوم نستطيع ان نقول؟ اعتقد بان سوريا اصبحت اكيد لها ثقل، لانه الثقل السوري هو جزء من جبهه المقاومه والممانعه المشتركه، لانه انا برايي الان هناك جبهه جديده هي جبهة المقاومة والممانعة التي تفرض نفسها في السياسة الأقليمية والدولية. ربما البعض اعتبر بأن سوريا خسرت السلاح الكيماوي، ولكنها ربحت إيران وروسيا وغيرها من القوى وسلاح المقاومة وغيرها من المسائل التي كانت ربما معرضة للخطر أو معرضة لحرب مدمرة وشاملة كانت على الأبواب. إذن بالمحصلة أعتقد بأن الموقف السوري أصبح بوضع أقوى، لذلك نلاحظ بأن هناك بداية خلافات داخل المعارضة وخلافات بين المتطرف والأكثر تطرفا، هناك خلافات عربية تنعكس أيضا على الساحة السورية، وهذه يعني هذه الخلافات هي بداية تصفية لبعض الأطراف قبل الوصول إلى التسوية. لذلك هناك مثلا اليوم تسريبات بأن أطراف من الجيش السوري الحر بدأ يرسل وفود. طبعا يعني هناك اتصالات من أجل يعني القوى المعتدلة أو القابلة بالتسوية سوف يعني تتقرب تدريجيا، وكل فريق أيضا دولي وأقليمي سوف يرتب الأمور باتجاه ترتيب جنيف 2، لأنه أنا برأيي لا يوجد حل سوى الحل السياسي، ولكن من الآن حتى يحصل هذا طبعا، وهي مرحلة اختبار، سوف تسعى بعض الأطراف العربية وبعض أطراف المقاتلة على الأرض السورية بأنها سوف تستعمل كل أنواع الأسلحة لتخريب الاتفاق أو تخريب مسار التسوية أو الاحتواء الذي نحن نسير به الآن، بانتظار يعني بانتظار الميدان أو اختلاف ربما. لا شك بأن البعض يحاول أن يراهن على الميدان، بس ولكن أنا برأيي دخلنا بمرحلة احتواء الأزمة الأقليمية والدولية على المستوى الدولي والأقليمي، ولكن بعض الأطراف المقاتلة سوف تسعى إلى تخريب هذا الاتفاق، ولكن أنا برأيي هذا موقف سلبي، هو موقف احتجاج، هو موقف انتحاري، هو موقف مجاني لم يعد له ترجمة على الأرض، خاصة بعد كل هذا الانقسامات والخلافات الموجودة على أرض الميدان، وهذه الأمور سوف يكون لها انعكاس على القرار الدولي. لذلك أعتقد بأن يعني الموقف السوري كان إلى حد ما مرتاحا ومطمئنا، لأنه يدرك بأن الجبهة التي ينتمي إليها أصبحت هي أقوى وفاعلة بتقرير السياسات الدولية والأقليمية، لذلك يبقى الوضع الميداني. أنا برأيي الوضع الميداني لن ينتهي بسرعة، هناك ربما بعد نهر من الدماء والدموع سوف تجري بسبب هذه الأوضاع، لأنه طالما هناك دعم وهناك سلاح وهناك عدم أفق سياسي سوف تستمر هذه المعارك حتى ينتصر فريق على آخر، أو حتى تصل الأمور إلى درجة بأن الأطراف المتنازعة اقتنعت بضرورة التسوية، وهذا ما حصل سابقا في لبنان بعد حرب طويلة اضطروا أن يقيموا تسوية. لذلك عندما لا يكون هناك حسم التسوية هي الحل الوحيد. أشكرك سيد سركيس أبو زيد الكاتب السياسي للتواجد ولكل هذه الإضاءة. شكرا. ميدانيا سقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة على حاجز للجيش السوري في بلدة جديدة الشيباني في وادي بردة بريف دمشق، وعلى الفور اندلعت اشتباكات في المنطقة بين الجيش السوري ومسلحين من المعارضة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. تستمر الاشتباكات في محيط منطقة زملكة شمال شرق العاصمة دمشق من جهة المتحلق الجنوبي، حيث يحاول الجيش السوري دخول المنطقة، وتتعرض منطقة المعظمية جنوب المدينة لقصف مدفعي على معاقل المسلحين، كما تستمر الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري في مناطق برزة والقابون شمال العاصمة. مصادر عسكرية سورية أعلنت عن مقتل مئات من مسلحي المعارضة في مناطق مديعة وعدرة وجربة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق خلال مواجهات مع الجيش السوري، وأوضحت المصادر أن 23 مسلحا من جنسيات غير سورية أعدموا على أيدي مسلحين تابعين للجيش السوري الحر. في هذه الأثناء أفادت مصادر للمعارضة المسلحة عن سقوط 16 قتيلا في قصف طائرة حربية مدرسة ثانوية تجارية في مدينة الرقة.
إلى ذلك هز انفجار عنيف مدينة الرقة السورية فجرا تبين فيما بعد أنه ناتج عن عبوة ناسفة قدرت زنتها بحوالي 30 كيلوغراما في شارع المتحف في مدينة الرقة، فيما قامت جبهة النصرة بتفكيك عبوة ناسفة في المنطقة نفسها. ودارت اشتباكات عنيفة في محيط اللواء 93 في عين عيسى في ريف الرقة بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، ما أدى إلى مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 شخصا من المسلحين. وفي منطقة رأس العين في الحسكة تجددت الاشتباكات بين وحدات الحماية الكردية ومسلحي جبهة النصرة. أما في منطقة تل تمر في محافظة الحسكة فقد فجر انتحاري نفسه بسيارة مفخخة أمام مقر كتيبة لشهيد زيور التابعة لوحدات الحماية الكردية. السيارة انفجرت قبل أن تصل إلى البوابة الرئيسية للكتيبة، ما تسبب بمقتل السائق ووحدات حماية الشعب الكردي. أهلا بكم. مصرف سوريا المركزي سمح للشركات والمكاتب المرخصة ببيع وشراء الدولار من كافة المواطنين وبالأسعار الحرة للسوق على أن يكون شراء الدولار بالسعر الذي يحدده المصرف والبيع بنسبة ربح تبلغ 1%. وكان الدولار قد شهد في اليومين السابقين هبوطا حادا من 210 ليرات سورية إلى نحو 180 ليرة نتيجة عوامل سياسية واقتصادية تمثلت في محاصرة وتجفيف منابع السوق السوداء بعد حملة شاملة للقبض على تجارها وتوقف معظم عمليات الاستيراد، ما خفض الطلب على الدولار. مبيعات الذهب تحافظ على مستوياتها في سوريا بالرغم من الأزمة. نحو 10 كيلوغرامات من الذهب مبيعات السوق السوري بحسب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات غسان جزمتي، الذي أكد أن الإقبال على الذهب في دمشق قائم وفي تحسن مستمر. ورأى جزمتي أن التراجع في سعر جرام الذهب يعود إلى الاستقرار الذي تشهده أسواقه على المستويين المحلي والعالمي في تداولات البورصات العالمية، وأن تراجع سعر المعدن النفيس يعود إلى تراجع سعر الأونصة الذهبية عالميا. أكد مدير الاقتصاد الزراعي والاستثمار في وزارة الزراعة السورية مجد أيوب وجود حاجة ملحة إلى تصدير أكبر كمية ممكنة من الحمضيات هذا العام، متوقعا أن يخفض إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 1,135,000 طن من الحمضيات. قرار وزارة الاقتصاد الذي يشمل وقف تصدير أنواع الخضروات لا يشمل الحمضيات، حيث لفت أيوب إلى أن المؤسسة العامة للتخزين والتسويق سوف تتولى تسويق أكبر كمية ممكنة من الإنتاج. إلى العراق، حيث قانون البنية التحتية العراقي يبصر النور قريبا. لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي أكدت وصول قانون البنية التحتية إلى مراحله النهائية، حيث يتوقع يجري التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. ويعد قانون البنية التحتية من القوانين الخدمية المفصلية التي سوف تخدم كل شرائح الشعب العراقي، وهو يمنح الأولوية في توزيع المشاريع للمحافظات الفقيرة التي تعاني الحرمان لضمان توفير فرص عمل لأهالي تلك المحافظات. وافقت الحكومة العراقية على تخصيص 500 دونم لإنشاء معرض بغداد الدولي الجديد بكلفة تبلغ نحو مليار دولار، حيث سوف تشارك نحو 700 شركة من 32 دولة في فعاليات الدورة المقبلة للمعرض. مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة صادق حسين سلطان كشف أن تكلفة إنشاء المعرض تفوق ميزانية وزارة التجارة، لكون التصاميم الحديثة تشمل إنشاء مدينة معارض كبيرة تضاهي المدن العالمية المختصة بالمعارض. ختام الموجز وعودة إليك رامية.